عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي التلاميذ، ومع فيديو آخر في اللغة العربية وخاصة درس في القراءة. سأقرأ لكم هذا النص بعنوان يوم العودة. لا تنسونا باشتراككم في القناة وبإعادة نشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة لجميع التلاميذ. يوم العودة. ودعنا العطلة ومرحها وعدنا من جديد إلى مدرستنا التي اشتقنا إليها وإلى العاملين بها. تصافحنا وباركنا العودة لبعضنا، تجمعنا في الساحة متحمسين لتحية العلم. وقفنا في صفوف منتظمة لا نتكلم ولا نتحرك. تتقدمنا المديرة والأساتذة. نادتني المديرة: تفضلي مريم لرفع العلم. تقدمت من السارية بفخر واعتزاز، أمسكت الحبل بيدي، جذبته إلى أسفل، فبدأ العلم يرتفع قليلا. قليلا الأعين تتابعه والأفواه تردد النشيد الوطني: منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتداه وحماه. رفرف علم بلادي عاليا، حامت حوله العصافير وهي تزقزق كأنها أعجبت بلونه الأحمر ونجمته الخضراء. اتجهنا إلى حجرات الدرس فرحين نشطين. لوحت لعلمي وأنا أقول في نفسي: دمت عاليا خفاقا يا علمي. هذا النص من تأليف المؤلفون، كتبه المؤلفون. إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، ودمتم بخير، وإلى اللقاء.